السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الخاص بحماية تطبيقات مكتوبة بنود جي اس خلف خادم المسمى ب لايت اتش تي تي بي دي. فخادم لايت اتش تي تي بي دي هو خادم صغير من حيث الحجم وذو كفاءة عالية، نظرا لأنه مبرمج باستخدام نمط الأسنكرون وليس نمط التريد التقليدي. هنا تضغطون على لايت اتش تي تي بي دي للتحميل، ومن ثم تدخلون الى مجلد وتقومون بطاق اكس في زد اف لايت اتش تي تي بي دي، ومن ثم تدخلون الى المجلد الخاص بلايت اتش تي تي بي دي. الان نقوم بخلق مجلد داخل سلاش اوبت سلاش لايت اتش تي تي بي دي. من هنا تقومون بكونفيجور وتمرير بريفيكس لايت اتش تي تي بي دي. تقومون بميك، تقومون بحساب الوقت الذي ستستغرقه عملية الميك، وتقومون بميك انستال. الان لقد قمنا بتنصيب هذا الخادم من السورس كود، فملفات و البرناري الخاص بهذا التطبيق فهي موجودة بمجلد اسبين كما تلاحظون. فالكونفيج فهي سهلة جدا، F لتمرير ملف الإعداد و T لتفقد صحة الإعداد. أما لتنصيب خادم لايت اتش تي تي بي من الحزم داخل نظام تشغيل أوبونتو أو الأنظمة المشتقة من دوبيان، تقومون فقط بأبت جيت انستال لايت اتش تي تي بي دي هكذا. إلى أني قمت بهذه العملية مسبقا، الآن تدخلون إلى OTC لايت اتش تي تي بي دي. هنا ملف الإعداد الخاص بلايت اتش تي تي بي دي. هنا تأكدوا في الهيدر من تحميل موديول المود بروكسي الدوكيمنت روت، فهي خاصة بمجلد الإعداد الرئيسي، والأبلود تير في حالة إذا ما كنتم تريدون رفع الملفات إلى هذا الخادم باستخدام البوت أو البوست. هنا ملفات الولوج وملفات الأخطاء. البيد فهو الملف الذي يحتوي على العدد المميز لخادم لايت اتش تي تي بي داخل أنظمة يونيكس. اليوزر نيم والجروب نيم، فاليوزر نيم هو المستخدم داخل نظام لينكس أو اليونيكس المسؤول عن إطلاق وإيقاف هذا التطبيق. البور فهو 80، البور الخاص بالاتش تي تي بي. أما التاج فهي سيناتور خاصة بهذا الخادم، مثلا إذا قام أحد الأشخاص بمهاجمة السيرفر أو قيام بعملية سكان باستخدام أحد الأدوات فإنه سيحصل على أباتش. فالتاج فهي جد مفيدة لإخفاء حقيقة الخادم. أما الوركر فهي عدد النسخ التي يتم إطلاقها من هذا التطبيق. فعدد الوركر فهي تساوي عدد المعالجات مضروبة في 2، لأن كل معالج يستطيع تنفيذ 2 تريد بطريقة مثالية. هنا تستطيعون وضع حتى 80، إلا أن توزيع الضغط على المعالجات لن يكون بطريقة متكافئة. هنا الماكس كيب الايف فهي بعض البارامترات الخاصة بتطبيقات الاجاكس. كما يقولون هنا فهذا السيرفر فيستطيع تحمل العديد من الكونكشن على التوالي، وهي احد الصفات المميزة لتطبيقات الاجاكس، لان تطبيقات الاجاكس فصفحة واحدة
تقوم بإرسال العديد من الريكوست في اتجاه الخادم. لذا قمت بوضع هذه القيم للرفع من كفاءة تطبيقات الأجاكس. الفايل ديسكريبتور، فالفايل ديسكريبتور داخل أنظمة لينكس، فهي تميز الملفات والسوكيت الخاصة بالشبكة. فخادم الHTTP عموما والHTTP بالخصوص يجب أن يتوفر على 2 من الفايل ديسكريبتور بالنسبة لكل كونكشن، فسوكيت من جهة الخادم وسوكيت من جهة الكلاينت. أما الماكس كونكشن فهي تساوي الماكس فايل ديسكريبتور مقسوم على 2، وهذا أمر منطقي، لأن كل كونكشن فلها فايل ديسكريبتور من جهة الكلاينت وفايل ديسكريبتور من جهة الخادم. ما يهمنا نحن هو هذا الإعداد. فعند وصول ريكوست لخادم لايت HTTP دي يتفقد الهوست، ومن ثم يقوم بإعادة توجيه الترافيك نحو خادم آخر. نقوم بكوبي كولي فقط لهذا المثال. قمت بإنشاء أحد الدومين redirect ping redirect.com. للقيام بهذا الأمر تقومون فقط بتغيير محتوى ملف الـ OTC host. الآن عند دخول المستخدم redirect.com في البراوزر، سيقوم بإعادة التوجيه لتطبيق نود يشتغل على لوب باك والبور 9090. الآن قبل إعادة إطلاق الخادم، نتفقد صحة الملف باستخدام -f هكذا. يقول لي أن السنتاكس صحيحة، ومن ثم نعيد إطلاق خادم لايت HTTP هكذا. الآن ندخل إلى مجلد تيست. هذا تطبيق صغير. عند الدخول إلى هذا التطبيق، يقوم فقط بكتابة أوكي هلو لايت HTTP ويغلق الكونيكسيون. الآن عند إطلاق هذا التطبيق والدخول من البراوزر باستخدام http://redirect.com، فإننا نحصل على أوكي هلو لايت HTTP. عند تفقد الريكوست، فإننا نحصل على سيرفر أباتش. الآن لقد قمنا بإخفاء هذا التطبيق الصغير خلف خادم لايت HTTP. الآن لما لا نقوم بإضافة هوست آخر، مثلا استور تشتغل على 9091. الآن ما علينا سوى القيام بكوبي كولي لهذا الكود وتغيير المنفذ إلى 9091. نطلق التطبيق الأول index.js. نقوم بإضافة هذا الرمز لإطلاق التطبيق في خلفية الشاشة. أما التطبيق الآخر فهو 9091، نقوم بإطلاقه أيضا في الخلفية. الآن عند الدخول إلى
redirect.com نحصل على اوكي هيلو لايت اتش تي بي دي. وعند الدخول الى اتش تي بي نحصل على اوكي هيلو لايت اتش تي بي دي واحد، اي اننا قمنا باخفاء تطبيقين خلف خادم لايت اتش تي بي دي. هنا احد الاشياء الجديرة بالذكر هو كيف يمكن استغلال خادم لايت اتش تي بي دي لاخفاء التطبيقات باستخدام الاس اس ال. هنا تضيفون المنفذ الخاص بالاس اس ال فهو 443 باغ ديفو و سيرتيفيكا مع اضافة اس اس ال انيبلد. وهنا تضيفون ايضا الهوست الذي تريدون حمايته باستخدام الاس اس ال. هنا سنحاول الدخول باستخدام الاس اس ال، كما تلاحظون فهو يشتغل. الان قمنا باخفاء هذا التطبيق خلف خادم لايت اتش تي بي دي باستخدام الاس اس ال. الاخر فهو استور فهو ايضا يشتغل. كما تلاحظون فالطاق فهو اباتش، وهذا شيء جيد نسبيا لاعطاء انطباع خاطئ للاشخاص الذين يحاولون الهجوم على هذا الخادم. يمكن ايضا استخدام لايت اتش تي بي دي لاخفاء تطبيقات الاتش تي بي عفوا التطبيقات المكتوبه بالبي اتش بي باستخدام الفاست سي جي المعروف لدى المطورين بالبي اتش بي. عموما يمكن استخدام المود بروكسي داخل خادم لايت اتش تي بي دي لاخفاء تطبيقات مكتوبه بلغات متعدده. مثلا هنا فمترجم البي اتش بي يشتغل على الاله المحليه وهذا هو المنفذ الخاص به. سيحاول خادم لايت اتش تي بي دي التعرف على الريكوست المنتهيه ب بي اتش بي واعاده توجيهها الى هذا الخادم. مثلا نبحث عن لايت اتش تي بي دي و بايثون. فله نفس المبدأ، إذا كان تطبيق البايثون يشتغل مباشرة على أحد المنافذ تقومون بإعادة التوجيه إلى ذلك المنفذ. أستسمح فولو الشبكة فهو ضعيف نسبيا. فحتى تطبيقات رايز لها نفس المبدأ، أي يتم تمرير السوكت الخاصة بالتطبيق الذي نحاول إخفاءه لخادم لايت اتش تي بي دي الذي يظهر في الواجهة ويقوم بإعادة تمرير الترافيك لذلك التطبيق المحلي. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الخاص بحماية تطبيقات نود جي اس خلف خادم لايت اتش تي بي دي، وشكرا والى اللقاء في درس اخر.